المشير أحمد إسماعيل، القائد العام للقوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة. ومن هنا كانت المهمة صعبة. كيف ارتبط منذ بداياته بحكايات كبار القادة العسكريين؟ أول من درس العقيدة الشرقية في الجيش المصري كان أحمد إسماعيل. كيف حول كل انكسار في حياته إلى انتصار؟ شخصية عنيدة جداً، كان متأكد أنه حينجح في اللي هو بيعمله ده. كيف خطط لملحمة العبور؟ تولى القيادة في فترة صعبة جداً، وكان مؤمن بتحقيق النصر. أحمد إسماعيل، وزير حربية النصر، قريباً على الوثائقية.